أعلنت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات ارتفاع التضخم في الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في يوليو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأزمة الأوكرانية. أوضحت اليوروستات أن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو ارتفع إلى 8.9% في يوليو، بزيادة من 8.6% في يونيو، وفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها الوكالة. أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الألماني قد أصابه ركود في الربع الثاني من العام الجاري، إذ تدفع الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وإلى الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قانون خفض التضخم العام الحالي سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة. كما شدد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين، داعيا الكونغرس إلى تمرير القانون المقترح لتسهيل حياة الأمريكيين وتخفيف ضغط التضخم. أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوقة، فبشكل غير متوقع انكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، الأمر الذي يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود. وفي محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، توقع البنك المركزي الأمريكي الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، بعدما أعلن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس. ورغم ذلك، توقع محللون اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% وتراوحت التقديرات ما بين معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2%، وذلك بعد أن انكمش الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول. وفي محاولة للخروج من الأزمة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة. بايدن اعتبر أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين، وأشار إلى أنه سيتم وضع حد أدنى للضرائب المفروضة على الشركات ب 15%. وشدد بايدن في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث، وحث الكونغرس على تمرير القانون المقترح، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور نجيب بودن، أستاذ القانون الدولي. يعني دكتور، بعد التحية، كيف ترى آخر معدل للتضخم سجلته منطقة، دكتور مجيد بودن، يعني كيف ترى دكتور مجيد التضخم الذي سجلته منطقة اليورو في يوليو، وكذلك التوقعات بشأن الوتيرة خلال الفترة القادمة؟ يعني هو صحيح أن هذا التضخم هو تضخم في مستوى عالي وغير مسبوق به قبل، ولكن نعرف أساس ومسابه، ولكن قوة الاقتصاد الأمريكي وقوة الاقتصاد الأوروبي تسمح بأن يبقى المتعاملين الاقتصاديين والناس بشكل عام في تفاؤل نسبي، ولكن بتفاؤل في فترة يعني فترة متوسطة. صحيح أن نسبة التضخم طلعت إلى 8.6% وفي أمريكا إلى 9.1%، وهذا رقم كبير جدا، وخاصة هو يضر الضعفاء الحال، لأن التضخم لا يمس المواطنين بشكل متساوي، لأن يمس المواطنين الذين لهم حاجة كبيرة في المواد الغذائية وللطاقة. الذين ليس لهم هذه المشكلة والتي يصرفون أموالهم في أشياء أخرى لا
لا تمسهم هذا التضخم بشكل مباشر، ولكن هؤلاء الناس الان تعمل وتعمل امريكا بشكل منسق بان يخفضوا من هذه النسبه ويتمكنون من ذلك. وبدات اسعار النفط واسعار التدفقات تنزل الان، وبالتالي نسبه التضخم بدات تنزل، وهي لن تتحول الى تضخم هيكلي، سيكون تضخم مؤقت الى فتره ما. هي صعيبه وهي صعبه، ولكن ما تعمل على تسديد يعني نفقات او جزء من النفقات بمساعدات مباشره محدده لهذه الفئه من الناس. طيب ستعدي حالها. طيب دكتور مجيد، يعني الرئيس الامريكي طرح مشروع قانون جديد للتضخم، يعني قراءتك لهذا القانون والى اي مدى من الممكن ان يساهم في الحد من تداعيات الازمه الاقتصاديه، يعني خاصه تحديدا مع توقع المركز الامريكي بان ترتفع اسعار الفائده مره اخرى؟ ارتفاع اسعار الفائده مره اخرى هو شيء متوقع ويجب ان يكون في هذه المرحله، لان لما تزيد اسعار الفائده يقع التخفيض في قيمه الاموال المتداوله، وبالتالي فان المال يصير له قيمه اكبر. نعم. وتنخفض نسبه التضخم. نعم. هذا شيء بالنسبه لضعفاء الحال كذلك يؤثر على الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت هذه العملية الآن في هذا القانون الجديد الذي يعرضه الرئيس الأمريكي هو كذلك يريد أن يحل عدة مشاكل في نفس الوقت. يريد أن يحل مشكلة التضخم، يريد أن يحل مشكلة التنافس بين أمريكا والصين، ويريد أن يحل مشكلة المنافسة من الشركات الأمريكية للشركات الصينية، ويريد بذلك استرجاع جزء كبير من الصناعات التي حولت إلى الصين، والآن سيقع استرجاعها على الأراضي الأمريكية، وكذلك أوروبا تفعل بنفس الشيء، وهذا سيقوم بتعديل في التجارة العالمية، والذي بدوره سيجعل الخزانة الأمريكية والخزانات الأوروبية تجني ثمارا أكبر وتقوى عملتها وتنخفض ينخفض التضخم، وهذا لمصلحة المواطن العادي. طب دكتور مجيد، يعني استغل تواجد حضرتك معنا، تأثير كل هذا على الدول بشكل عام على مستوى العالم، يعني يجب على هو تأثير سلبي. نعم. والدول طبيعي. لم ترد ذلك، هي وقعت تحت هذا الأمر الواقع الذي فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا. نعم. ولكن يجب التعامل مع هذه المسألة السلبية، ويجب على الآن على أن يقع سن سياسات اقتصادية جديدة وبطريقة مغايرة، أي أنه يجب التكثيف من التصنيع، التكثيف من تشغيل اليد العاملة، التكثيف من دخل الأموال على الأشخاص. نعم. عن طريق العمل، عن طريق الشغل. وبالتالي ستقوى تلك الاقتصاديات، خاصة الاقتصاديات مثلا اقتصاديات الشرق الأوسط ومثلا الاقتصاد المصري، الذي يمكن له الخروج من تلك الأزمة بشكل مهم لصالح. نعم. المواطن العادي بإعادة التصنيع والتكثيف في ذلك، والتكثيف الخدمات وفي ترقية الجودة، وستكون له مداخيل أكبر التي ستوزع عبر المربيع على الناس بشكل. نعم. عام. نعم دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.
حض الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على المصادقة في أسرع وقت ممكن على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. يأتي ذلك مع دخول الرقائق الإلكترونية مجالات المنافسة بين الدول مع تداعيات الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم. وسط نقص في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارات وصولاً إلى الأسلحة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نصاً تشريعياً لتعزيز الإنتاج لأشباه الموصلات. النص التشريعي الذي سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه يرصد 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وأكثر من 100 مليار دولار لخمس سنوات للأبحاث والتطوير. من جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على التشريع الذي قال إنه سيسرع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسيخفض أسعار كل المنتجات كما سيوفر وظائف بأجور جيدة. واعتبر بايدن أن إقرار التشريع سيعزز مرونة سلاسل الإمداد الأمريكية بحيث لن تكون واشنطن معتمدة بشكل كبير على بلدان أجنبية في تكنولوجيات دقيقة تحتاج إليها من أجل المستهلكين الأمريكيين. ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى المصانع إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة. هذا وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع غداة إعلان مجموعة كورية جنوبية عن استثمار ضخم في أشباه الموصلات الأمريكية وغيرها من الصناعات المتطورة. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوديتش إن سلطات بلاده اضطرت بسبب الأزمة العالمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة والغذاء للدخول في حالة طوارئ بدءا من أغسطس المقبل حتى نهاية مارس المقبل. وأضاف فوديتش أن ميزانية بلاده قد تنزف لكي تتمكن من تغذية النفقات الإضافية في مجال توفير الطاقة وفي المجال الاجتماعي وغيرهما، موضحا أن بلاده تتلقى الغاز بموجب عقد تسري مدته إلى 3 سنوات تم توقيع مع شركة غاز بروم الروسية. قالت إدارة الإحصاءات في سريلانكا إن التضخم في البلاد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 60.8% في يوليو مقارنة بارتفاع قدر ب 54.6% في يونيو. وفي بيان قالت إدارة التعداد والإحصاءات السريلانكية إن القفزة في مؤشر أسعار المستهلك قادها ارتفاع بنسبة 99% في تضخم أسعار المواد الغذائية.